عاوز في حاجه اسمها الاستثمار الرياضي، ودي احنا عارفينها كلنا الاستثمار الرياضي، فكيفيه الاستثمار الرياضي ان انت اخد من هنا وابيع هنا واعمل هنا، ولكن الاستثمار الفني ده اعتقد ده اسم جديد او مصطلح جديد علينا في كره القدم المصريه، وبالتالي النادي الاهلي بيبرز هذا الامر بالشكل اللي احنا شايفينه بالتعاقدات الكتيره اللي حصلت دي، لانه زي ما عبد الحكيم قال ان عمار حمدي واحمد عبد القادر بتعتبر صفقتين انت جايبهم طبعا، ومحمد شريف قبلهم واكرم توفيق وناس كتير، واحمد ياسر ريان واحمد ياسر وصلاح محسن. فالحقيقه هنضيف بقى على ان انت اللعيبه بتستعيد مستواها الفني، وان اللعيبه بتكمل كويس، وان اللعيبه بترجع تفيدك، ان انت لو اشتريتهم كصفقتين جداد سعر عمار حمدي في السوق دلوقتي كام. كمان في جزء سياسي، يعني ايه جزء سياسي؟ انه فرقه زي الاسماعيلي لما اتزنقت في لعيبه وجت للنادي الاهلي، انت عارف التوتر طول الوقت اللي بين جمهور النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، التوتر الموهوب، التوتر المزعوم، المزعوم. كابتن علي ابو جريشه لما راح النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي كان عنده ازمه في اللاعبين في انتقالات يناير، النادي الاهلي اداله قائمه فريق 99 والاسماعيلي خد منها لعيبه. كابتن علي ابو جريشه خرج احد اهم نجوم الاسماعيلي عبر تاريخه، وقال ان اول نادي فتح لنا بابه وادالنا لعيبه عشان نستفيد بيها هو النادي الاهلي. طبعا فده معناه انه انت بتستفيد ماديا من اعاره اللعيبه، لانك بتدالهم اثنين لعيبه، على بتدالهم اثنين لعيبه بتستفقوا اللعيبه لعبوا على فكره في الدوري. الفريق 99 الفريق 99 اللي وصلت لحد المباراه النهائيه اللي احنا مش عارفين مين البطل كان طالع منها اعاره 9 لعيبه السنه اللي فاتت لفرق في الدوري. بسم الله ما شاء الله، شادي رضوان ومجموعه كبيره جدا من اللعيبه، وفخري وفخري ومحمد شكري وشكري صح، ومجموعه كبيره الحقيقه 9 لعيبه طالعين من الفرقه، وبقيه الفرقه نفست. يعني انت متخيل الفريق طالع منه 9 لعيبه وبقيه الفرقه بتنافس لحد اخر جوله، فانت استثمرت في اللعيبه دي لان بدات تلعب، لانه اللعب للاهلي ان انت تطلع من الناشئ النادي الاهلي عشان تلعب في الاول صعب قوي في ظل النجوم الكبيره في النادي الاهلي، فانت بتروح بتاخد خبره مباريات الدوري بتبقى جاهز، اما بترجع تبقى كويس تلعب، فانت لما بتثبت نفسك زي عمار واحمد عبد القادر، فانت عملت علاقات مع الانديه، لانك حتى لما بتحتاج الاهلي لما ادى لسموحه احمد عبد القادر وفي ظل العلاقات بين الناديين لما طلب حسام حسن في 10 دقائق زي ما قال المهندس فرج عامر، فانت كمان بتقوي علاقاتك بالانديه، بتدي لهم لعيبه مميزه، بتستفيد ماديا، بتستفيد فنيا. فالحقيقه فكره اعارات اللعيبه، لانه حتى الفريق اللي موجود دلوقتي القايمه ممكن يخرج منها لعيبه الاعاره، اللعيبه دي لما تخرج هتلعب وترجع ممكن تلاقي لعيبه كبار، اللعيبه ليها اسامي خرجت، فاللعيبه دي لما تخرج اعاره هتستعيد مستوى وترجع تاني. الحقيقه استثمار زي ما حضرتك قلت فني واداري وسياسي، نجاح مبهر لمجلس الاداره في الموضوع والكابتن محمود والامير توفيق ولجنه الكوره ولجنه التخطيط. الحقيقه الموسم اللي جاي واللي بعده انت زي ما قال الامير معاك في المداخله، احنا مع الوقت هتلاقي النادي الاهلي بيبدا يكتفي بلاعيبته. لا اصل الناس كلها كانت دايما بتسالنا في ايه؟ طيب هو النادي الاهلي بيجيب الفلوس دي منين؟ لا الاهلي منتج الاهلي يا كابتن اسلام. لا طبعا ده منتج ده بقى، يعني ده ممكن نجرب نعمل عليه 20 حلقه. طبعا.